هي الضيعة تقريبا مزرعة، هي عبارة عن 18 بيت، يعني هي المجزر الأكبر إذا بدنا نقارنها بعدد سكان المجازر الأخرى. واللي بقيوا منها 3-4 كلهم صاروا برا البلد وطفشوا وعافوا كل شيء وراهم وطفشوا من الظلم هذا اللي صار فينا. تاريخ 6/6/2012 فات علينا الأمن والشبيحة من الضيعة المجاورة تل سكين التويم أصيلة، وقتلوا 70 واحد من أهلي، أطفال ونساء ورجال وكلهم مدنيين. وقبل ما تفوت العالم المسعفين على القبير أخذوا الجسس بالكامل إلا عيلة وحدة خلوها اللي هي تصورت وتوسقت، حطوا عيلة بمشفى محردة هذول قتلة كلهم، وعيلة كبوها شرقي حلفي على الطريق، وعيلة أخذوها على مشفى، هذول كلهم أموات أخذوها على مشفى حماة الوطني. طلبنا المراقبين الدوليين، كان اليو ان ان أيامها، ما أخذوا المراقبين الدوليين، أخذوهن على ضيعة ثانية وقالوا لهم هي القبير وضحكوا عليهم. بعد 3 أيام لبعد ما دفننا الجسس أجوا المراقبين الدوليين، وأنا قدمت لهم شكوى كاملة وبرمتهم على كامل البيوت، وما كانوا يصدقوا أنه الأمن والشبيحة اللي عمل هيك، وما كان يعني ما استفيدنا منهم شيء خالص خالص نهائياً.